السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا في ليلة تكرر بها طعن النص، صفقة قوية على طريقة الهلال والتهديد يعني الوحيد لتوليفة كاسترو السحرية يكشفها التعاون. الوديات لا تعني أي شيء بعد ما فاز النصر على التعاون، يعني الوديات لا تعني أي شيء. هذا من أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام التعاون مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات النصف النهائي كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. النصر تعرض لهزائم ثقيلة في المباريات الودية الإعدادية خلال صيف العام الحالي، وبمستوى جعل الجماهير يشعرون بأن الفريق مقبل على موسم كارثي. لكن العكس، لكن عندما جاءت اللحظة الحقيقية وخاض النصر أول مبارياته الرسمية في الموسم الرياضي الجديد، قدم مستوى جد يعني جدا يعني رفيع للغاية ليحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون. وبهذه النتيجة تأهل الفريق النصراوي إلى النهائي كأس السوبر السعودي ضاربا موعد متجدد مع الغريم الأزلي نادي الهلال يوم 17 أوت الجاري. الهلال كان قد فاز يوم الأمس الثلاثاء على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بركلات جزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف ليكون أول المتأهلين إلى النهائي السوبر. وصار من النسخة العربية من نقولوا من أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها بعد الفوز النصر على التعاون في نصف النهائي كأس السوبر السعودي، يعني وهي التوليفة الهجومية المثالية لنادي النصر. ودخل البرتغالي لويس كاسترو مدير الفني لنادي النصر بطريقة لعب 4-2-3-1 أمام التعاون ضمن المنافسات النصف النهائي كأس السوبر السعودي. كاسترو اعتمد على الأسطورة البرتغالية كمهاجم صريح، وخلفه مواطنه صانع الألعاب يعني مونتريو مع تواجد أيمن يحيى والسنغالي سايدو ماني على الجناحين الأيمن والأيسر على التوالي. هذه التوليفة الهجومية وإن أثبتت أمام التعاون العنيد مساء يعني اليوم الأربعاء يعني أنها أفضل للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بما لا يدع أي مجال للشك. وتسمح هذه التوليفة بأن يقدم يحيى ومان تحديد أفضل مستوياتهم الفنية على أرضية الملعب، لأن كل منهما يلعب في مركزه الأصلي عكس بعض الطرق الهجومية الأخرى التي كان يعتمدها المدير الفني البرتغالي في الموسم الرياضي الماضي. على سبيل المثال، هناك بعض الطرق التي كان يعتمدها كاسترو وكان يشارك فيها أيمن يحيى على الجانب الأيسر كجناح أو ظهير، بالإضافة إلى خطط أخرى تعتمد على تواجد سايدوماني على الأطراف الطرف الأيمن. وقتها هذا الثنائي لم يكن يقدم أفضل مستويات على أرضية الملعب، بل كان يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية من الجماهير الفريق النصراوي في كل مكان وفي كل مباراة. لكن أمام التعاون ومع هذه التوليفة الهجومية الرائعة والتي تحدثنا عنها، قدم ماني مستويات جيدة للغاية على الرغم من عدم تسجيل، مع إبداع كبير من يحيى الذي أحرز هدف الأول للنصر ومرر كرة قبل الأخيرة للقطة الهدف الثاني. يعني وجدنا صفقة يعني الموسم للنصر على طريقة الهلال، وإن الجميع يرى تأثير الحارس المغربي الكبير ياسين بونو في الصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حيث يعتبر أحد أهم العناصر في إنجازات الزعيم خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024. حتى قبل يعني بونو كان الحارس البرازيلي مارسيو يعني سبب رئيسي في إنجازات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في موسم 2022-2023 عندما قاده للتتويج
بثنائية الدور الروشان السعودي وكأس سوبر المحلي. ومن ناحيته وين عانى النصر من سوء توفيق كبير في مركز حراسة المرمى خلال العامين الماضيين، حيث تعرض الكولومبي دافيد يعني لإصابة خطيرة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، كما تم إيقاف نوف العقيدي لخمس أشهر بسبب قضية التمرد الشهيرة في معسكر المنتخب السعودي قبل بطولة كأس آسيا الأخيرة في جانفي اللي فات. لم ييأس النصر حيث وصل البحث عن الحارس المرمى الكبير في الصيف العام الحالي، ونجح في التعاقد مع الدولي البرازيلي الشاب بينيتو قادما من صوب فريق المحلي أتلتيكو يعني البرازيلي. وفي أول مباراة رسمية بقميص النصر قدم بينيتو مستوى رائع أمام التعاون في النصف النهائي كأس سوبر السعودي، حيث تصدى لأكثر من فرصة ونجح في جميع الصراعات الهوائية. ومن أخطر الفرص التي تصدى لها بينيتو تلك التي جاءت في الدقيقة 20، حيث منح يعني منع بقدمه الهدف المحقق للتعاون، كاد أن يعلن عن تعادل الإيجابي. ويمني النصراويين النفس يعني بأن يكون حظ يعني الحارس البرازيلي الشاب أفضل من العقيدي والحارس السابق، ويواصل التألق مع الفريق طوال الموسم، حيث سيكون وقت يعني عناصر أساسية لاعتلاء منصة التتويجات. ووجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة التعاون ضمن المنافسة النصف النهائي كأس السوبر السعودي رسالة مبكرة إلى جميع المنافسين بأنه جاهز بنسبة 100% للمنافسة على كافة الألقاب في الموسم الرياضي الحالي. النصر قدم أفضل مستوى من بين جميع الأندية المشاركة في كأس سوبر السعودي، الهلال والأهلي والتعاون، وهي البطولة الأولى في الموسم الرياضي الجديد. لكن على الرغم من ذلك، وإن أظهرت المباراة التعاون نقطة خطيرة للغاية في النصر يجب معالجتها سريعا، إلا وقد يعني تسببت في ضياع الألقاب خلال الموسم الماضي. هذه النقطة هي التكاسل، ففي بعض الدقائق نشعر بأن لاعبي النصر يترخون أو لا يريدون بذل مجهود كبير على أرضية الملعب. هذا الأمر كاد يستغله النادي التعاون في بعض اللحظات من أجل إدراك التعادل لولا سوء التصرف من مهاجمين أو تألق البرازيلي بينيتو حارس المرمى النصر كما ذكرنا من سابق. وقد يكون العذر هنا أن المباراة التعاون هي الأولى في هذا الموسم، لكن لا يمكن إغفال أن هذا الأمر يحدث أيضا في منتصف أواخر العام الرياضي الماضي، أي أن المشكلة لا تتعلق بريتم اللقاءات أو حالة البدنية أبدا. يعني والطرد المجاني مخيب من يعني من اللعاب، ومن النجم الكرواتي الكبير مارسيلو والذي انضم إلى النصر في صيف 2023 بدأ الموسم الرياضي الماضي بشكل رائع، لكن مستواه بدأ ينخفض بمرور المباريات. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أن هذا اللاعب ظهر عليه علامة غضب في كثير من اللقاءات، سواء ضد المنافسين أو حتى زملائه ومدربي البرتغالي لويس كاسترو، والتواصل أداء المخيب للآمال ولنجاح للنجم الكرواتي مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة والتي استضافتها ألمانيا. ويبدو أن هذا الأداء المخيب كتب فصل أخير في مسيرة النجم النصر الدولية، والذي أعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي مع المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم. الاعتزال الدولي والتركيز مع النصر فقط أمور جعلت الجماهير تعتقد أن الموسم الرياضي الجديد سيكون هو موعد انفجار ماوريسيو يعني. لكن مثلما أنهى الموسم الماضي، بدأ العام الرياضي الجديد حيث لم يقدم مستوى مأمون منه أمام التعاون في النصف النهائي كأس سوبر السعودي. وزاد هذا اللعاب الطين بلة كما يقال عندما تحصل على الكرة يعني كارت أحمر في الوقت البدل الضائع من عمر المباراة أمام التعاون، يتأكد غيابه بشكل رسمي عن النهائي ضد العملاق الرياض الآخر الهلال. هذه ما زال على الله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.